الأفراح ابتدأت وصباح لها طعم روحاني بك يا يسوع المسيح. بيك ألحاني امتلأت بكلام عن رب فداني. بيك يا يسوع المسيح. بيك أفراحي ابتدأت وصباح لها طعم روحاني. بيك يا يسوع المسيح. بيك ألحاني امتلأت بكلام عن ربي فداني. بك يا يسوع المسيح. من قلب اللي صباح مرتاح بعلن مبتدأ الأفراح. من قلب اللي صباح مرتاح بعلن مبتدأ الأفراح. أيوة أنا دقت إزاي قدامك تغرب أحزاني. بيك خطاياي اتغفرت ودمك فوقي وستراني. بيك يا يسوع المسيح. بيك خطاياي انطرحت في بحور كلها نسياني. بيك خطاياي اتغفرت ودمك فوقي وستراني. بيك خطاياي انطرحت في بحور كلها نسياني. بك يا يسوع المسيح. بك يا يسوع المسيح. بعلن مبتدأ التسبيح. بك يا يسوع المسيح. بعلن مبتدأ التسبيح. والترانيم والصلاة هيفوح منها عطر اللي فداني. بيك الضلمة انطردت والنور ابتدى يملاني. بيك يا يسوع. بيك النعمة امتلكت في يوم الركض كساني. بيك يا يسوع المسيح. بيك الضلمة انطردت والنور ابتدى يملاني. بيك النعمة امتلكت في يوم الركض كساني. بيك يا يسوع المسيح. بالروح عربوني الأمجاد بعلن مبتدأ الأعياد. بالروح عربوني الأمجاد بعلن مبتدأ الأعياد. واسجد لك والقلب يفيد ويعود ويرنم تاني. بيك الغلبة دي عملت نهضة وتجدت في كياني. بك يا يسوع المسيح. بيك النفس اعتزت بصليب وخلاص مجاني. بك يا يسوع المسيح. بيك الغلبة دي عملت نهضة وتجدت في كياني. بك يا يسوع المسيح. بيك النفس اعتزت بصليب وخلاص مجاني. بالروح عربوني الأمجاد بعلن مبتدأ الهتافات. بالدم علمت العلامات
بعلين مبتدأ الهتافات. يلا يا سماء اهتفي، انما بهتف عالي وسلطاني بيك افراح ابتدأت وصباح لها طعم روحاني. بيك يا يسوع المسيح بيك الحاني امتلأت بكلام عن ربي فداني. بيك يا يسوع المسيح. عزيزي المشاهد، مرحبا بيك مرة تاني معانا في برنامجكم آمنوا فتأمنوا، وبرحب بالدكتور مودي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. الحلقة دي متميزة جدا عن وإحنا مكملين في إيمان المخلصين، الأسئلة في الأسئلة كمان، وهنتكلم النهاردة عن ثياب الخلاص. تمام. في شاهد جميل قوي في إشعياء 61 عدد 10 يقول: فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحبلها. كنا لسه يا دكتور بنتكلم عن فكرة الكساء يكسينا بثياب. صحيح. في سؤال: ايه معنى ثياب الخلاص اللي بيتكلم عنه في الآية دي، وهل في ثياب للهلاك؟ ايوه صحيح. ثياب الخلاص السمين اقدر اسميها خلاصا سمينا مساويا لنا ببر الهنا. ثياب الخلاص السمين دي هو لباس الهي، كسوة سماوية، وبدونها لن يتمتع احد بالحفلة الابوية الملوكية. لباس الهي، كسوة سماوية، وبدونها لن يتمتع الانسان بالحفلة الابوية الملوكية. يعني الكلام ده في الليلة دي. ايوه في الليلة دي. الليلة دي. الحلقة دي. يعني ايه؟ يعني الله عايز يلبسني. الله عايز يعطيني. انا عريان من غير ربنا. ولازم الانسان يقتنع بكده. وما يحاولش يلبس الا لما ربنا يلبسه. تمام؟ ما يحاولش يخلص نفسه بطريقته، لكن يتمتع بخلاص الله. في ناس بتحاول تخلص نفسها، واحد غريق بيخلص ده، حاول يخلص نفسه بيغرق اكتر، لكن او بيحاول مع الامواج بيغرق اكتر. لكن اللي عايز يخلص نفسه وهو غريق والطين من حواليه والميه من حواليه كل ناحيه، يعمل ايه؟ يشوف الغواص. الغواص فين؟ اهو. طب يبقى الغواص جنبي وانا عمال احاول، ما احاول هغرق الغواص معايا كمان لو حصل يعني. صحيح. لكن عليا ارمي نفسي، اسيب عضلاتي خالص، شيل. والرب يقدر يشيل ولا ما يشيلش؟ يقدر. ده يشيل. واحد صعيدي جميل قال ايه؟ شايلك وشايل امك كمان. عارف الصعيده بيحبونا بيسمعوا يعني من جوه الصعيد، شايلك وشايل امك كمان. اه شيلك بالشيله كلها. هذا الرداء الالهي نقرا عنه كمان في متى 22:11. الاب الملك عمل دعوة كبيرة جدا، عرس كبير لابنه. الملك ده مين؟ الاب السماوي. عمل عرس لمين؟ للابن يسوع المسيح. طب الاب هيهادي مين؟ هيهادي ايه للابن؟ هيهادي ابناء، والابناء دول اللي هم المؤمنين باسم المسيح هيكونوا عروسة ليسوع المسيح. يبقى الاب عنده ابناء عايز يجيبهم عروسة للمسيح العريس. في بيته. في بيت الاب، العريس السماوي شخص المسيح. العروس دي اعضاء كثيرين، مؤمنين كثيرين اللي هو احنا. عشان كده ارسل عبيده لكي يقدم دعوة، والدعوة يقدمها من خلال الروح القدس. يعني الاب عامل حفلة، والحفلة عشان تتمتع بشرف وعظمت هذا العريس اللي هو ابنه شخص المسيح. ومدعونا من خلال الروح القدس وخدامه. الروح القدس اللي بيحوطنا ويدعونا ان احنا ندخل. بس خلي بالك الحفلة دي
في الحفلات يا عم راجي شيخ راجي ما ينفعش تحضر بأي لبس، يعني ما ينفعش حفلة ملوكية تلبس بنطلون جينز مقطع مثلا تقول لك احصل راجل سبور. هي. لا حبيبي، الحفلات ليها لبس مخصص، ما ينفعش في أي مكان تلبس أي لبس. والحفلة الأبوية الإلهية السماوية اللي المسيح فيها عريس في الحلقة دي وأنا وأنت عروس ليسوع المسيح وبيدعينا الروح القدس لهذه الحفلة، لازم يلبسنا لباس. هنلبس بدلة؟ لا، لباس اسمه لباس الايه؟ العرس. العرس، لباس الخلاص. طب انا اتخيل واحد عايز يدخل هذه الحفلة بدون لباس العرس، يقول له ايه الكتاب؟ متى 22 على 11. فلما دخل الملك لابس لينظر المتكئين رأى هناك انسانا لم يكن لابسا لباس العرس، قال له اللي جابك هنا؟ ها؟ اللي جابك وانت مش عليك لباس العرس؟ ده تخيل طبعا مفيش حد يدخل بيت الاب الا ما يكون لابس. ده مثل لابس. ده مثل كان بيمثله المسيح. بس لو تخيلنا واحد عايز يدخل وبدون لباس المسيح، بدون انك تغتسل بلباس المسيح لباس الخلاص، ان المسيح يلبسك هذه الحله الاولى اللي البسها، لبسها الاب للابن الضال وهو راجع، لبسه الحله الاولى عشان يقعد على الايه؟ على المائده بتاعته وياكل بالايه؟ من عجل المسمى لصوره لذبيحه المسيح. فالاب عشان يقعد مع الابن الضال لازم كان يعمل ايه؟ يلبسه، يحضنه وبعد كده يلبسه الحله الايه؟ الحله الاولى عشان ياكل من خروفه في راسه، وبعد كده يلبسه الخاتم في ايديه، والخاتم الروح القدس بقى الذي به اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. عايز تقول لي الثالوث الاقدس كله مشغول انه يلبس المؤمن اللي يجي ويتوب ويرجع للرب. في رؤيا 7 14 ايه خطيره جدا يا شيخ راجل، بيقول ايه؟ فقال لي هؤلاء هم الذين اتوا من الضيق العظيم، شكلهم ايه بقى؟ قد غسلوا ثيابهم، الثياب اتغسلت، وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. احنا قلنا لباس الخلاص شكله ايه بقى؟ هو هنا يقول لك غسلوا ثيابهم وبيضوا، ابيض ولا احمر؟ وبعدين بيضوا ثيابهم في دم الخروف، الدم لونه ايه؟ احمر. طب والثياب لونها ايه؟ بيضة. ابيض. اصل دم المسيح لما يدخل جوه يبيض الصفحه من بره، حياته تتغير. الثياب رمز للسلوك، رمز للمظهر، لما الجوهر يتغير الحياه تتغير. فدم المسيح لما يدخل جوه قلبي، لما اختبر حياه المسيح فيا تسري، الثياب تبقى بيضه، البسني ثياب الايه؟ خلاص. كساني هذه الكسوه الملوكيه الابويه اللي فيها بيمتعني الاب بانه يكسيني بلباس جديد. اللباس ده مغموس بدم المسيح، واقصد مغموس بدم المسيح يعني دم المسيح بيسري فيا، فاللباس يبقى ابيض قدام الناس، ابيض قدام الاب السماوي ابيض. فالراجل اللي مش عليه لباس العرس ده قال خذوه واطرحوه، قال الملائكه بتاعته خذوه واطرحوه في الظلمه الخارجيه حيث يكون البكاء والصرير. ففي خطوره لو ما لبستش لباس الخلاص، هتلبس لباس الايه؟ الهلاك اللي انت كنت بتسال عنه في الاول. انت ما لبستش المسيح وقبلت المسيح وغسلت ثيابك من خطاياك بدم المسيح فصارت ثيابك بيضاء امام الله، هتهلك هلاك ايه؟ طيب احنا يعني لو في انواع بقى، اكيد في انواع من الثياب في الكتاب المقدس، في 7 انواع من الثياب يا شيخ راجل. يعني كلمنا فيهم شويه، هناخد 6 المره دي ونخلي 7 للحلقه الجايه بقى لان عشان الوقت يعني. ماشي. خدنا منها نوع ان هو ثياب الخلاص السمين، ناخد نوعين كمان وحشين، يعني ابتدينا بالحلو ناخد نوعين بقى وحشين، او تاني نوع من الثياب نقدر نسميها ثياب التين. يبقى ثياب الخلاص السمين وبعدها ثياب الايه؟ التين. في تكوين 3:7 آدم وحواء حاولوا يغطوا نفسهم بغطاء من ورق التين. غطاء من ورق التين ده ليه 7 أوصاف وأوصاف مخزية، عكس ثياب الخلاص السمين. تمام؟ إيه هي بقى غطاء من ورق التين؟ ده أول صفة منه. تاني صفة غطاء إنساني، الإنسان اللي اخترعه عشان يغطي نفسه، هو عريان من وجه الله لما عمل الخطية. تمام؟
ثالث حاجه يكشف ما في داخله، يكشف العري. ما بقدرش جايب ورق تين هتغطي نفسك، اكيد جسمك يبقى ايه، باين وفضيح. تمام. ومؤقت. ليه مؤقت؟ لان الرب الاله مشى، الرب الاله عند هبوب ريح النهار لما حاول الانسان يغطي نفسه، ليه بعت ريح النهار؟ عشان يطير ورق الايه التين، يقول لك ده مؤقت يا حزين، مش هيقدر ايه يغطيك انت يا ابو حو. مش هيقدر مؤقت، هذا يا انسان ما تعرفش تغطي نفسك بورق التين. ورق التين ما ينفعش، ورق التين ما يسطرش، دي حقيقه. مؤقت. وبعد كده عاجز. عاجز ليه؟ لانه اول ما وصل ربنا لادم وحواء قال له سمعنا صوتك في الجنه فخشينا لانني ايه عريان. طب ما انت لابس. قال لك لا، ما هو بعت الشمس وبعت الريح عشان يطير الايه اللي انا لابسه ده. ربنا يطير ورق التين اللي بيحاول الانسان يغطي بيه نفسه من ادبيات ومن دين، خدنا عن التدين قبل كده، يقدر يغطي بيه نفسه امام الله. مش هتتغطى الا بدم المسيح. وهذا الغطاء ايضا ناقص، مش بس عاجز لكن ناقص، ان خلى الانسان يشعر انه مش لابس. واخر حاجه صفه، كان خياطة، متخيط، صناعة ميد ان ايه، كان منسوج نسيج ميد ان بارادايس، يعني صنع في صنع في الجنة، يعني صنع في الجنة. مين؟ اخراج ادم وحواء، اول خياطين. حبيبي التخيط ما ينفعش. لكن الثياب الالهي بقى فيه سبع صفات حلوة، اللي هو ثياب الخلاص السمين ده بقى، ده غطاء جلدي، ده جلد يا باشا. وبعدين خلي بالك ربنا بقى ايه، مش بخيل. يعني هم كانوا بخل على نفسهم ادم وحواء، عملوا ايه؟ عملوا ثوبين، يا دوبك هم اتنين، يعني عملوا ايه؟ عملوا ثوبين من ورق التين. لكن لما ربنا جاب عمل لهم بقى دولاب كامل بقى عشان يغيروا بقى، ما هو بقى في عرق وتعب بسبب الخطيه اللي دخلت، عشان يغيروا اللبس عمل لهم اقمصه، مش قميصين، اقمصه من جلد فاخر بتاعهم، ميدن بارادايز، مصنوع في الجنه. لكن التانية ميدن ايه؟ صنع في السماء، خطة إلهية سماوية انه يغطي البشرية. لما عمل أقمصة من جلد، عمل أقمصة من جلد ازاي؟ جاب ذبيحة وذبح. الآب السماوي قدم ذبيحة. ايه الذبيحة؟ ابنه يسوع المسيح، عشان يغطيك ويغطي. ايه العظمة دي؟ أقمصة من جلد، غطاء جلدي. لكن كمان هذا الغطاء نقدر نسميه غطاء إلهي، لأن الله اللي أحضره. ثالث حاجة ممكن نقول انه بيستر ما في داخله، التاني كان بإيه؟ بيعري ما في داخله وبيدبل وبيدبل. وده كمان هذا مش بيطير بس، ومش بيطير بس، بيدبل. ده بيدبل. الغطاء ده كمان دايم، يعني دايم معاهم، الفضيحة موجودة. مش هتغطي. الغطاء ده دائم معاهم، عكس الغطاء المؤقت اللي هو ورقتين. وهذا الغطاء فعال. التاني عاجز، جه في وقته وعجز، التين وقع خلاص. لكن ده فعال، من ثم يقدر ان يخلص الى التمام، يعني للنهايه، ماشي معايا الخلاص، مش خلصني وقال لي أنا كمل انت، لا، ده الخلاص ده رحله، او هناخد انواع الخلاص بعد كده مستوياته تمتد للابد. وهذا الخلاص كامل، كامل بالمقابله مع التاني ناقص. ناقص ليه؟ لانه غطاه فتره زمنيه، غطى ادم وحواء فتره زمنيه بس، اللي هو غطاء التين، مغطاهوش على طول. لكن المسيح يغطيني على طول، كامل للأبد، مستمر، مستمر. وهذا الغطاء كمان الإلهي ده غطاء بالمقابلة مع الغطاء الورق التين، غطاء مصنوع، صنعة إلهية، مش متخيط يا شيخ راضي، مش حاجة متخيط، مش أي حاجة. يبقى خدنا نوعين من الغطاء، غطاء الأولاني اللي هو الثياب الخلاص الإيه السمين، وتاني نوع من الثياب خدناها اللي هو ثياب الايه؟ ثياب التين. ناخد نوع كمان وحش عشان نختم بالانواع الحلوه. تالت نوع ثياب ترقيع لا يليق بالمؤمنين. واحد قال لك لا انا مش عاجبني الثياب الانساني ده اللي هو ثياب التين. انا عاجبني الثياب الالهي اللي هو ايه؟ اللي هو بقى الجلد ده. الذبيحه والفداء والصليب والكلام الجميل ده. بس ما تيجي نعمل بقى الرداء مختلط، نجيب ورق تين ونربطه بايه؟ بذبيحة المسيح. ورق التين بيمثل اعمال الانسان، وتحطها جنب عمل المسيح، اقول لك اخلص باعمالي وبايماني،
بالمسيح، خلاص الأبدي أنا بتكلم، أو أخلص بأعمال الناموس وبالنعمة. لا يا حبيبي، ده في فرق بين الناموس والنعمة كبيرة جدا. إن كان بالناموس بر فالمسيح مات بلا سبب، لو الناموس هيخلصني يجي المسيح ليه؟ عشان يموت ويدفن عشاني، ويدفن ويقوم عشاني. اللي ينفذ الناموس هيروح، اللي ينفذه من غير ما يغلط فيه، غير ما يغلط فيه. مبروك عليك السما، مبروك عليك السما. ما حدش عمل كده. الناموس اغلق على الجميع لان الجميع خطاء. فاللي عايز يرجع للناموس مره تانية كانه بيحط التراب على دم المسيح، ما ينفعش. عشان كده اللي بيعمل كده يا شيخ راجي اقدر اسميه ايه يا شيخ راجي؟ اقدر اسميه ايه؟ قول لي انت. غبي. عنده عدم فهم. غبي. مش انا اللي بسميه غبي، بس حد يفتكر الكتاب بيقول له غبي. مين فين؟ في غلطية ثلاثة. غلطية ثلاثة حاولوا اليهود اللي امنوا بالمسيح يربطوا الطقوس او الناموس والذبايح مرة، ويرجعوا للذبايح مرة تانية والكهنوت اللاوي مرة تانية. قال لهم كهنوت ايه؟ ده المسيح الكاهن الاعظم. تمام؟ وذبايح ايه اللي انتوا هتقدموها تاني؟ المسيح الذبيح الاعظم. ومذبح ايه اللي هترجعوا له تاني؟ ما المذبح كان على الخشبه، خشبه الصليب. قال لهم انتوا اللي امامكم ارتسم المسيح مصلوبا ايها الاغبياء. وبيقول لكل واحد يرجع للورا. لا، اوعى ترقع. ثياب الترقيع لا تليق بالايه؟ بالمؤمنين المخلصين. وكمان المسيح علم كده، مش بس بولس لكن كمان المسيح. اخد بولس والمسيح في الشاهدين بسرعه. غلاطية 3:3 يقول لهم ابعد ما ابتداتم بالروح تكملون الان بالجسد؟ هكذا انتم اغبياء. ابتديت بالروح عايز تكمل بالجسد؟ ابتديت بذبيحه المسيح عايز تكمل باعمال الناموس؟ لا، الناموس، ويوحنا يقول الناموس بموسى اعطى خلاص، اما النعمه والحق فبيسوع المسيح. ايه صار المسيح علم برضه في لوقا 5:36 يقول ليس احد يضع رقعه في ثوب جديد على ثوب عتيق. ما ترقعش، ممنوع الترقيع. يعني مفيش ثياب ترقيع. عشان كده جبنا العنوان ده، عنوان ده كتابي، مش بقول اي عناوين فيها شعر وخلاص، لا ابدا ابدا. لكن احنا بنقول عناوين كتابيه، ثياب ترقيع لا تليق بالمؤمنين، والا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعه التي في الجديد. يعني يبقى البتاع الثوب كله يبوس، القديم والجديد. لا انت طايل القديم ولا انت طايل ايه؟ جديد. فتحاول اللي عايز يربط الناموس الطقسي كله تم في المسيح خلاص. الذبائح تمت في صليب المسيح، فما ينفعش ترجع للذبائح مره تانية. هترجع بقى للخيمه والهيكل والمذبح والدار الخارجيه بقى، والدار الخارجيه وقدس الاقداس، ومحدش بيتقابل مع الله الا الكاهن، الا رئيس الكهنه مره واحده. لا لا، يبقى المسيح مات بلا سبب. دي كانت رموز يا حبيبي، وخلاص اتحققت في مين؟ في المسيح. في المسيح. فما ترقعش ارجوك، لان لما ترقع يبقى الثوب شكله ايه؟ مرقع. تخيل واحد لابس بقى حته قديمه على حته جديده، يتشق كله يبوظ. فاللي يحاول يربط اعمال الناموس بعمل النعمه والخلاص السمين هيهلك هلاك ابدي. يعني اللي بيقول الخلاص بالناموس وبالنعمه او بالطقوس وبعمل المسيح القدوس، بالطقوس وبعمل المسيح القدوس ازاي ينفع مع بعض؟ ما ينفعش. الخلاص هو بعمل المسيح الكفاري فقط القدوس الذي تممه يوما على الصليب. يبقى ثياب الخلاص السمين، وبعدين ثياب التين، يبقى ثالث نوع من الثياب وحش عايزين نقلعه، ثياب ترقيع لا تليق بالمؤمنين. رابع نوع بقى بالثياب، هنرجع بقى للثياب الحلو. خدنا ثياب الخلاص السمين، هناخد رابع نوع بقى اللي هو ثياب الروح القدس المعين. الروح القدس بقى يلبسني ثياب جديده. انا لبست اللي بس الثياب خلاص خلاص، لكن عايز اتجدد من جوه تاني. عشان كده بيقول في كولوسي 3:12، كولوسي 3 رساله بوز الى اهل كولوسي، عشان المشاهد يركز معايا، صح، 3:12 يقول فالبسوا كمختاري الله. نلبس ايه؟ ما احنا لبسنا ثياب الخلاص. ثياب الخلاص ده يدخلك السماء، لكن وانت على الارض انت محتاج تلبس بقى، تتغير يوم بعد يوم، تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه؟ أزهنك. طب ما انا اتجدد روحي خلاص. لا، بس ذهنك ده عشان انت مرتبط ماشي في العالم لازم ايه؟ يتجدد يتجدد يوما بعد يوم. كما اختاري الله القديسين
نلبس واحنا ايه، خلي بالك قديسين. قال لك طب قديسين محتاجين نلبس، طب احنا مؤمنين محتاجين نلبس، احنا لبسنا ثياب الخلاص السمين. الرسول بيقول المؤمنين القديسين البسوا. صحيح. في ناس تقول لك القديسين دول فئه مختلفه، لا، الله بيدعونا قديسين لما نؤمن بالمسيح القدوس، هو القدوس الوحيد، لما نؤمن به ونكون فيه فالله يدعونا قديسين. قديسين. ولذلك في مقدمه رساله كورنثوس الاولى اصح واحد يقول لهم ايه؟ الى المدعوين قديسين في كل مكان. يقول لك ده خاص باهل كورنثوس بس، اصل الرساله دي كانت لاهل كورنثوس بس، زي بعض الناس يقول لك غطاء الراس ده كان لاهل كورنثوس بس، لا، ما كان من النص يا حبيبي، في كل مكان لهم ولنا. يعني الرساله دي مش لناس وناس، لا، لكن في كل مكان لنا ولهم. يبقى اذا القديسين هم المؤمنين اللي امنوا بالمسيح وخلصوا، عليهم لبسوا لباس الخلاص لما جم كخطاه للمسيح وتابوا ورجعوا للمسيح وامنوا بالمسيح وبدمه وفداه وموته وقيامته زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، فلبسوا ثياب الخلاص السمين. لكن هم في الطريق محتاجين يلبسوا ثياب الروح المعين، يلبسوا كمختاري الله احشاء رفات، وبعدين لطف تواضع وداعة طول انا، دي ثمر الروح، ده بقى الحلو اللي هي في غلطة خمس، ثمر الروح ده ما حدش ينتجه الا ثمر الروح القدس القدس المعين. خامس نوع من الثياب الحلو برضو ومحتاجه في البرية وبنحتاجه في الحرب الروحية، ودي هنشرحها يا عزيزي المشاهد في الحلقات اللاحقة بعد كتير، يعني هنقدر نسميها ثياب المصارعين مع الشياطين، المؤمنين المصارعين مع الشياطين، ودي سبع قطع في الحرب الروحية هناخدها في أفس الست. بيقول في أفس الست أصح 11 البسوا، هذه السيابة هي سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. مش طب يحاربني، أنا محتاج ألبس، ومن ضمن اللبس ده جميل يا شيخ راجل، لأنه خاص بإيمان المخلصين أيضا، خوذة الخلاص وترس، اسمه ترس الإيه؟ الإيمان. ترس الإيمان. خوذة الخلاص، الخوذة بتلبس فين يا شيخ راجل؟ في الراس. الخوذة تتلبس في الراس، خوذة الخلاص تتلبس في الراس، هي سهلة عشان تحفظها. خوذة الخلاص تتلبس في الراس لأن الشيطان بيجي يهاجمني في الأفكار، وترس الإيمان يتمسك في الإيه؟ في الإيد، عشان الشيطان بيجي بسهامه الملتهبة عشان يدخل جوه إيه؟ قلبي. فحافظ على القلب، حافظ على العقل وحافظ على القلب، يتحفظ سلوكك، تمام؟ الأسلحة الدفاعية، الأسلحة الدفاعية. فده لازم ألبس. الشيطان لما يجي هيجيبني، أنت مؤمن ولا مش مؤمن؟ يا ترى هتهلك ولا مش هتهلك؟ يا ترى الدم المسيح يكفي ولا لأ؟ يا ترى هتروح السماء لو أخطيت ولا لو مت بخطيتك هتروح جهنم؟ يقعد يعمل إيه؟ سهام سهام. فأنا مش متأكد من خلاصي ومذاكر أمانه فتأمنه البرنامج كويس وفاهم أنواع الخلاص والخريطتين اللي شرحناهم في البداية خالص، وفاهم الدنيا ماشيه ازاي في الكتاب، الشيطان يعمل ايه؟ هيهجم ويدمر نفسيتي، يدمر الافكار، يدمر الافكار والمشاعر. سادس نوع من الثياب الحلوه، ثياب سنلبسها كل حين الى ابد الابدين. ايه الثياب اللي هنلبسها الى ابد الابدين؟ في كورنثوس الاولى اصح 15 عدد 54، ومتى لبس يلبس هذا الفاسد عدم فساد ويلبس هذا المائت عدم موت، حينئذ تتم الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. إيه العظمة دي؟ يعني إيه يلبس المائت ويلبس الفاسد؟ المائت اللي هو الجسد بتاعي أو وأنا حي ده قابل للموت، لما يجي المسيح في المجيء الثاني هلبس فوق الجسد ده جسدا نورانيا سماويا إلهيا على صورة جسد المسيح، جسد المسيح، يبقى زي المسيح يخترق الاسمنت ويخترق كل حاجه ويكون جسد نوراني سماوي له طبيعه جديده، تمام؟ ويلبس هذا الفاسد، الفاسد المؤمن اللي مات وجسده فسد، يلبس جسد نوراني سماوي على صوره جسد المسيح. وانا الحي اللي امنت بالمسيح، الرب يغير جسدي ده اللي هو قابل للموت اللي هو اللي بيسميه المائت ويلبسه جسد نوراني. طب والاخ المؤمن اللي هو آمن القديسين اللي ماتوا واستشهدوا دول وجسدهم اتحلل وجسدهم اتألم وجسدهم دخل في نيران، هيفنى الجسد؟ لا، مش هيفنى، هذا الفاسد يلبس عدم ايه؟ فساد. وحينئذ تتم الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة، ما فيش موت،
واحنا الاثنين نهتف. احنا الاحياء الامنين بالمسيح، ايمان المخلصين الاحياء وايمان المخلصين الاموات اللي ماتوا في اسم المسيح استشهدوا. احنا نهتف اين شوكتك يا موت، ما دقناش الموت. طب واللي ماتوا يهتفوا اين غلبتك ايتها الهويه. واحنا الاثنين بنهتف والمسيح على السما بيهتف هللويا مجدا مجدا يا رب مجدا. يهتف ايه؟ لان الرب نفسه بهتاف. فاحنا نهتف وهو ايه؟ يهتف لما يجي يستقبلنا على سحاب المجد. وده نقدر نسميه ثياب نلبسها كل حين الى ابد الابدين. الحلقه الجايه بقى يا شيخ راجي هنتكلم عن النوع السابع. خليها مفاجاه، مش هدي العنوان لكن خليها مفاجاه للمشاهدين الحلقه الجايه في النوع السابع من الثياب. امين. تعال عزيزي المشاهد واحنا بنرنم مع بعض الترنيمه اللي بتقول كلماتها كده: دمك غطاني، برك كساني، زي ما كنا بنسمع عن لباس الخلاص، حبك نجاني وملأ قلبي أغاني. تعالوا نرنم مع بعض كلمات الترنيمة دي. يا سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك فكت قيودي. يا سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك فكت قيودي. وحدك فادية، حقك حرية، نلت في حبك براءة وحياة أبدية. دمك غطاني، برك كساني، وحبك نجاني ملأ قلبي أغاني. دمك غطاني، برك كساني، وحبك نجاني وملأ قلبي أغاني. عايش في خيرك ولا هعبد غيرك، حاضر في حياتي وأيامي ومليني عبيرك. عايش في خيرك ولا هعبد غيرك، حاضر في حياتي وأيامي ومليني عبيرك. ساكن في قلبي ملكك يا ربي، لا هتسيبني ولا هسيبك، وده عهدي أبدي. دمك غطاني وبرك كساني، وحبك نجاني وملأ قلبي أغاني. دمك غطاني، برك كساني، وحبك نجاني وملأ قلبي أغاني. يا سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك فكت قيودي. يا سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك يا رب وفكيت قيودي. وحدك فادية،
حقك حرية، نلت في حبك براءة وحياة أبدية، ودمك غطاني برك كساني، وحبك نجاني وملا قلبي أغاني، ودمك غطاني برك كساني، وحبك نجاني وملا قلبي أغاني. آمين. رب يبارككم ونشكركم لمتابعتكم، والرب معكم، نلتقي في الحلقة القادمة. آمين.